فترة حضانة المرض تقريبا من يومين إلى أسبوع وقد يمتد أكثر. لكن العلامات اللي تصاحب ظهور الطفح الحراري الجلدي هو ارتفاع درجة الحرارة، الحمى، قد يكون صاحبة التهاب بالحلق، أيضا التهاب الغدد اللمفاوية، التعب الشديد والإعياء. كل هاي العلامات والأعراض ما تستمر أكثر من أسبوعين إلى 4 أسابيع. معظم أغلبية الحالات اللي مصابة بجدري القرود من الممكن أن تشفى تلقائيا إلا إذا كانت مناعة الشخص ضعيفة، بعض الأطفال، بعض الحوامل، والأشخاص اللي عندهم بعض الالتهابات المناعية قد تكون إصابتهم شديدة.